الشرطة يواجه السد القطري في الدور الثاني من البطولة العربية، وكورا يرصد تحضيرات الفريقين. انا اشوف يعني كل جماهير زوراء، جويه، طلبه، الميناء، النجف، كل الشمال، زاخه واربيل ودهوك، كل الناس من متحده بين فريقي يؤدي صوره محترمه، وان شاء الله رب العالمين يبقى هذا الدعم مو بس نادي الشرطه، لكل الانديه، ونتوحد ان شاء الله. لا مو بس المواس، وحتى فهد كمان مو مقصر معنا سواء بالمنتخب ولا بالنادي، بالعكس فهد هو اعطاني دافع كبير لحتى اني اجي على العراق، والحمد لله ان شاء الله باذن الله مثلوا خير تمثيل سواء الجماهير السوريه ولا الجماهير العراقيه، بالعكس الجماهير السوريه اعطوني مساندة لي باي احتراف يكون موجود فيه سواء بالعراق ولا باي بلد ثاني، وباذن الله ان شاء الله بنكون عند حظن الجماهير كلها. المباراه راح تكون صعبه، نادي الشرطه متاهل كثام المجموعه، لكن تاهل المجموعه ايضا صعبه، دفاعهم قوي، يوجد عندهم لاعبين كثير من المنتخب العراقي اللي ذو خبره، احنا نفس الشيء، مباراتنا دائما مع الانديه العراقيه.